رئيسة وزراء تايلاند يانغ لوك شيناواترا قالت إن الجيش في موقف محايد من الأزمة السياسية الحالية، وإنها ستطرق كل الأبواب للحوار مع المحتجين الذين يسعون للإطاحة بحكومتها. وأضافت يانغ لوك في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون يوم الاثنين أن الشرطة لن تستخدم القوة مع المحتجين في شوارع بانكوك. الشرطة لن تستخدم العنف مع الشعب، لكن من الضروري لنا أن نحمي المباني الحكومية، لأن كل هذه المقرات الحكومية تستخدم لخدمة 60 مليون مواطن. وكانت يانغ لوك قد اجتمعت بزعيم الاحتجاج سوتيب تاوك سوبان الأحد، لكنه أصر على عدم وجود مفاوضات لإنهاء الأزمة الراهنة. واستأنفت العديد من المكاتب الحكومية عملها كالمعتاد يوم الاثنين بعد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في العاصمة بانكوك خلال اليومين الماضيين، رغم دعوات قادة الاحتجاج للموظفين الحكوميين إلى عدم دعم الحكومة الحالية بالذهاب إلى أعمالهم في إطار سعيهم للإطاحة بشيناواترا أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تايلاند. ووصل المحتجون يوم الاثنين مظاهراتهم لتجديد مساعيهم لإسقاط رئيسة الوزراء، مما دفع شرطة مكافحة الشغب لإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لليوم الثاني أمام مكتبها لتفريقهم. وحاول المتظاهرون إزالة حواجز أمنية في محيط المقر الحكومي حيث مكتب رئيسة الوزراء، وألقى المتظاهرون الحجارة على شرطة مكافحة الشغب حيث كانوا يقفون وراء الحواجز الأمنية، والذين بدورهم أطلقوا الغاز المسيل للدموع واستخدموا خراطيم المياه لتفريقهم. وكان المحتجون قد حددوا الأحد على أنه يوم النصر لإسقاط الحكومة، لكنهم أخفقوا في تحقيق هدفهم بالسيطرة على مكتب رئيسة الوزراء في مقر الحكومة أو احتلال مباني حكومية رغم الاشتباكات المكثفة مع الشرطة. وتعد هذه أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ الاضطرابات السياسية الدامية عام 2010، عندما سحق الجيش احتجاجات لأنصار رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا شقيق يانغ لوك الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006. رحاب علاء، رويترز.